الأسترالية احتلت المركز الخامس 13-54. الآن ننتقل أيها الأعزاء للمضمار مرة ثانية ونهائي 3000 متر موانع للشباب. لدينا في المشاركة العربية هشام صالح محمد من قطر، ولدينا هشام من المغرب، ولدينا أيضا المغرب الآخر سعيد المشارك معنا في هذا السباق وهو جواد شبلال، وهناك هشام زغوني المغربي الموجود معنا، ثلاثة في والسعودي أيضا والجزائر أيضا أحمد محمد وبلال طابيتي من الجزائر. نعم هناك كثير من الدائن من دول عربية، من الجزائر بلال طابيتي وأحمد محمد برهان من السعودية والقطري هشيم صلاح محمد، وهناك المغربي هشام سديني وجواد شملال أخوه متزوج بمريم علاوي السلسوني. السلام عليكم. فممكن نقول كينيا وإثيوبيا واحد سيتنافسون مع الكثير من أبطال الدول العربية، فلا بد أن يكون أبطال الدول العربية ذكيين جدا في هذا السباق، لأنه سيكون سباق سريع جدا من طرف الكينيين، فهم عليهم أن يبحثون على المركز الثالث. المركز الثالث مفتوح لكل بطل عرف كيف يتعامل مع السرعة والإيقاع 3000 متر موانع والموانع، فلا زال الإيقاع سريع. كينيا تقود السباق كما هي العادة سعيد، كينيا باثنين في الأمام، إريتريا أصبحت تتواجد في الأمام خلف المغرب مباشرة. الإيقاع إريتريا، نعم إريتريا خلف مباشرة، المغرب خلف إريتريا، نعم يستقر رابع، نعم إثيوبيا خلف المغربي رقم 627 وهو هشام الزغويني، لا هشام السجيني، السجيني نعم. نعم ولكن هشام السجيني له رقم جيد 28، المفروض عليه أن يكون مع الثلاثة الأوائل، مفروض أن يكون مع الثلاثة الأوائل، فلأن رقمه قوي جدا 28 أفضل بكثير من الأبطال الذين يتنافسون على المركز الثالث. الإريتري اللي في الصف الثالث رقمه 28، الإثيوبي اللي وراءهم 38، ليس هناك عذر لهشام مسكيني، فعليه أن يكون ذكي ويتمركز جيد إذا أراد أن يدخل في الصف الثالث. منذ البداية نشعر أن الكينيين يأخذون مسار جاد ومسار سيتوسع مع مرور الوقت في هذا السباق. بكل صراحة هم في واد والعدائين الآخرين نعم في واد آخر، نعم. نعم بعيدين كل البعد. في الكيلومتر الأول يا عثمان هناك أكثر من 30 متر أو 40 متر وهذا سيزداد، نعم في الكيلومتر الأول، نعم بمعنى آخر ممكن يصل إلى 120 متر، نعم مسافة مذهلة، مسافة مذهلة، نعم إذن الكينيين كيبروتو كروي في المركزين الأول والثاني كما نشاهد، والبقية الباقية البحث عن تنافس حتى هذه اللحظة على مستوى الميدالية البرونزية. ما زال هشام سجيني المغربي خلف بطل إريتريا، هذا هو الثنائي وكأنه في نزهة يقود السباق. نزهة نزهة، أنا سأقول لك أرقامهم إنجازاتهم 8-8 و8-11، بمعنى بهذه الأرقام أفضل من الكبار، نعم ممكن نعم يشاركوا حتى مع الكبار، نعم مع الكبار يكونوا، إذا شاركوا مع الكبار وليس كينيين آخرين هناك يتفوقون عليهم، يتفوقون على الجمع العالم بإسرائيل. يعني لو كانوا من أمس هؤلاء في الدوري الماسي في جولة لندن، نعم بدون وجود الكينيين يفوزون، نعم نعم شاهد الفارق الآن سعيد.
يعني السباق انتهى المركزين الأول والثاني، أربع لفات على نهاية سباق 3000 متر موانع للشباب. ويعني كينيا يجب أن يكون النموذج الكيني يدرس في المعاهد التدريبية في هذا التخصص في العالم. صحيح صحيح، ولكن تغيرت الأحوال في التدريب، لأن دعنا نقول في ما بين 5 و10 سنوات الأخيرة، ممكن 10 سنوات أخيرة، تغيرت كل شيء. إذا عندك طبيب جيد عندك رياضيين جيدين. أنت اختصرت صحيح، ما نتكلموا كثير على صحيح. والله اختصرت صحيح. إذا هنا الألمانية كرافت مركز ثاني، يعني نقطة على الوجع، نقطة على الوجع صحيح. نعود لرمي القرص صحيح، نعود للسباق مرة ثانية. هنا الشبان الكينيين في مركزين الأول والثاني في الترتيب العام، وثلاث لفات على النهاية. وأعتقد الآن الشاب الذكي والشاب الذكي في الدراسة بعد الثانوية العامة بعد البكالوريوس، أعتقد يجب أن يكون هناك تطور في تخصص الطب البشري الذي يتعلق بعلم الأعضاء وعلم العلم الجيني إضافة إلى الطب الرياضي. هؤلاء الثلاثة مرتبطين معا لكي يتم تواجد كادر طبي يساهم مساهمة كبيرة في تطوير أداء الرياضة. صحيح. 2000 متر حتى الأول عن الثاني وسع الفرق. نعم، شوف كيف كان معاه يقول له تعال تعال بجنبي. نعم، ابقى بجنبي ثم، ولكن كيف إيقاعه هو سريع جدا، تغير الوضع. نعم، لا زال هشام سكيني يتنافس على الميداية الثالثة. فمن المفروض جواد شملال أن يكون قريب جدا من هشام سكيني، لأن جواد شملال رقمه 8.25، قريب من هشام سكيني، فعليه أن لا يكون بعيدا. إذا هناك أمامنا مباشرة كيبروتو في المركز الأول، كيروي في المركز الثاني، والثنائي من كينيا في صدارة سباق 3000 متر موانع للشباب كما نتابع ونشاهد. والمنافسة الكبيرة بين البطلين حتى هذه اللحظة، يعني المركز الأول مضمون، المركز الثاني مضمون، ننتظر هل يكون لنا كعرب مغاربة ميدالية أم لا. نتمنى بدون شك ستكون لهشام السجيني أو جواد شملال، من المفروض لأن أرقامهما أفضل بكثير من الإريتري والإثيوبي. نعم، فحتى المجموعة الأخرى التحقت الآن. لا، جواد التحق بالمجموعة الثانية. نعم، اللفة الأخيرة بالنسبة للكينيين، اللفة الأخيرة بالنسبة للآخرين لم يدخلوا بعد اللفة الأخيرة. الذهبية لكينيا، الفضية لكينيا بالنسبة لسباق 3000 متر موانع. وهنا كيبروتو بأقصى سرعة في 300 متر الأخيرة من السباق، والآن بدأوا يدخلوا في اللفة الأخيرة بقية الشباب. وهنا كيبروتو بأقصى سرعة ممكنة وكأنه حواليه متنافسين. كيبروتو سيكون قريب من 8 دقائق بهذا الإيقاع. نعم، ما بين 8 و8.5، قوي جدا. نعم، كيبروتو الجاد بدون استهتار وكأنه يريد أن يحطم. نعم، هو يريد أن يسجل رقم قياسي، الرقم القياسي العالم 7.58. لا خلاص حطمه الرقم البطولة 8.14. إذا حطم رقم بطولة العالم، حطم رقم بطولة العالم عن جدارة واستحقاق. 8.6.11، يا سلام على هذا الشاب الكيني صاحب الميدالية الذهبية بهذا الجهد. وهنا صاحب الميدالية الفضية الشاب الكيني الآخر كروي. نعم، المغاربة في المركز الثالث حتى الآن. نعم، نعم. إذا هشام سجيني وجواد خلف مباشرة المركزين الثالث والرابع، يعني برافو في ظل المستوى الكبير. والجزائري في المركز الخامس. نعم، إذا خلاص السباق 3000 متر موانع للشباب، لنا ميدالية برونزية عن طريق هشام سجيني من المغرب. نبارك له هذا الإنجاز ونبارك هذا المستوى الكبير للشاب الكيني كيبروتو
صاحب رقم بطولة العالم الرقم الجديد وصاحب الميدالية الثانية. مستوى السباق سعيد للكينيين رائع، للمغاربة والله.